مساء الخير لك ولكل الإخوة المشاهدين. أهلا بك. أولا نسأل الله أن يتقبل ما انتقدناه من الرجال الذين ضحوا بأنفسهم لصد هذا العدوان من الشهداء، وأن نعجل شفاء الجرحى. وتحية لكل الرجال الشجعان الأبطال الذين يتصدون من يوم 4/4 من بداية العدوان الهمجي إلى اليوم، ويعني يسطر كل يوم ملاحم من التضحيات ومن البطولة. طبعا استخدام الطيران من قبل هذه العصابات المجرمة يعني من البداية، واستخدموا كل الأنواع الموجودة عنهم من طائرات المسيرة المدعومة من دول أخرى، ومن الطيران الموجود طيران ممتلكات الجيش الليبي، وبدون أي رادع وبدون أي حسابات للأهداف المدنية وللبنية التحتية، وبالتالي مستمرين في عدوانهم. ونشاهد في كل على الأقل في الأسبوع مرة أو مرتين في صور مؤلمة للأطفال والعائلات اللي قتلوا من هذه الطائرات التي يقودها المجرمون مثل ما حدث اليوم. طيب يعني هم مستمرين في هذا العدوان، يستخدموا كل أنواع الأسلحة سواء المدفعية، طيران مسير، كل ما يستطيعوا الحصول عليه. ولكن الحمد لله الله لا يصلح عمل المفسدين، تم بفضل الله اليوم وبصمود والحقيقة القدرات الفنية للرجال من إسقاط هذه الطائرة. طيب ماذا عن قائد هذه الطائرة الذي جرى القبض عليه؟ ما مصيره وكيف ستتعاملون مع وضعيته؟ طبعا هو شيء محزن والمؤسف يعني يكون شخص به سيد أسامة في آخرته وفي نتائج هذه الأعمال وفي تدمير الدمار اللي يحدث فيه في البلد بحجج واهية مكافحة الإرهاب ومكافحة الميليشيات. كان فيه ربما نوع من المبرر في بنغازي، كان فيه أنصار شريعة، كان فيه تنظيمات إرهابية وزج بالبقية مع التنظيمات الإرهابية، ولكن هذه الحجج حتى 1% لا يمكن تسويقها في طرابلس ولا في غرب ليبيا، لأنه معروف أن يكافح يعني شيء محزن لما تشوف شكل العمر هذا، يعني تلقى له شيء عذر، حتى لو كان شاب صغير تقول مازال ما يذكرش، مازال ما يدركش، مازال ما يعني ما عندهاش بعد أخرى، لكن بهذا العمر حقيقة شيء مؤسف. ومصير القانون يعني سيتم إحالته للقضاء العسكري لمحاسبته على الجرائم اللي هي جرائم حرب واضحة مكتملة الأركان. طيب هل عرف مصير مساعد قائد الطائرة هذه؟ إلى الآن لم يتأكد لنا يعني مصيره، والجاري البحث عنه. طيب بسقوط هذه الطائرة التي تعد من نوع ميج 23 التي تضاف لطائرات أخرى تمكنتم من إسقاطها هنا، كيف يؤثر ذلك في وضع ما يملكه حفتر من طائرات؟ يعني بالتأكيد يعني هذا ما يتبجح به اللي هو السيطرة الجوية، وطبعا احنا نعرف السيطرة الجوية اللي يتبجح بها والقدرات اللي يتبجح بها هو وامثاله من المجرمين هي كلها من دعم من دول أجنبية، واستخدام للمرتزقة على الأرض في الخط الأمامي، مرتزقة لأطقم المدفعية والهاون، مرتزقة لأعمال الصيانة والتخطيط. في حقيقة الأمر هي ما يحدث حاليا الدفاع عن العاصمة هو الدفاع عن ضد مجموعات أجنبية والليبيين اللي عماهم مجرد بيادق وأدلة. فبإذن الله السيطرة الجوية اللي تبجح بها ستنتهي. طيب فيما يتعلق السيد الجوالي بمحاور القتال، هل يمكن أن نرى تطورا نوعيا في ميادين القتال في هذه الأيام؟ إن شاء الله بالتأكيد يعني معنويات المدافعين معنويات عالية لأنهم على حق، ولم يتزعزع هذا الثقة فينا على موقف على حق مهما يعني حشد
ونحن يعني نستخدم من وسائل، لأننا نؤمن إيمان تام بأن النصر من عند الله وبإذن الله سيكون في القريب العاجل. طيب فقط يعني في مسألة المرتزقة وكذلك الدول الداعمة لحفتر، هنا الصحف الأجنبية مؤخرا تتحدث عن وجود مرتزقة بالألاف كما أعلنت أو حددت بحسب رصد تلك الصحف، هنا ما موقفكم من وجود هؤلاء المرتزقة؟ كذلك هل من معلومات رسمية لديكم بشأن عددهم وقوة هؤلاء في الميدان؟ طبعا نحن نتابع في موضوع المرتزقة، وموضوع المرتزقة ليس بجديد، يعني تواجد المرتزقة في المنطقة الشرقية هذا موجود من يعني من أكثر من سنة ونص، ولكن كانوا بعدد محدود حوالي 200 عنصر في أعمال التدريب وأعمال صيانة الطائرات وبعض الأعمال الأخرى، لكن تواجدهم في الجبهة يعني بدأ من شهر 9 الماضي، وبالتأكيد احنا نتابعه فيهم وفي اعدادهم وفي مناطق يعني مراكز اللي تمركزوا فيها، يعني في كل التفاصيل الحمد لله يعني عندنا اطلاع، وتم القتل وإصابة العديد منهم، ومستمرين بإذن الله إن شاء الله في القضاء على هذه العناصر. العناصر هذه يعني طبعا ليست كذوبة وليست يعني تحتاج لتأكيد الصحف، لأنها عناصر زي ما قالت التقارير الأمريكية وغيرها والدول الأخرى اللي عندها أجهزة استخبارات وعندها وسائل رصد متطورة، يعني عدد يفوق 1500. وبالنسبة للليبيين ما أعتقدش هذا الموضوع يحتاج لتأكيد، لأنهم يمروا من منطقة شرقية للجفرة، من الجفرة يجوا على الطريق إلى الشويرت إلى الجريات إلى بن وليد إلى ترونة إلى المناطق هذه كسر المشير كلها، وبالتالي هم كل المواطنين يشاهدوا فيهم. العناصر الأخرى المرتزقة الأخرى من السودان ومن تشاد أيضا مش مخيم على حد هذا الأعداد بالألاف، والسيارات والحافلات اللي تمر يوميا باتجاه طرابلس لتدمير طرابلس، كل المناطق وكل الليبيين يشوفوا فيها. ومن العار على الليبيين ان يعني يقفوا متفرجين وينتظروا نتيجه ان يكونوا بعدين تحكم مرتزقه، يعني هذا مصيرهم في النهايه كل الخانعين. طيب فقط نعود الى مساله الامكانيات المتوفره الايام الاخيره، الملاحظ ان ثمت بعض الشكاوى حول قوة حكومة الوفاق في الميدان، هل عززتم المحاور؟ ما الرسالة التي تواجهها الآن لكل الموجودين في هذه المحاور بشأن الإمكانيات والقوة بالتحديد؟ يعني اللي ينقل في شكوى لا أعتقد أن هذا من مقاتلي الصف الأول، ربما هذا يعني من مقاتلي فيسبوك، وهذا طبعا موضوع آخر، لكن المقاتلين الحقيقيين مقاتلي الصف الأول يعرفوا هم يعني ما هو متوفر ويعرفوا الإمكانيات، ودائما الحرب لا شك أن الحرب هي كما سمتها العرب الكريهة، لأن فيها كل المصاعب، فيها فقدان الأرواح، فيها الإصابات، فيها التدمير، وفيها المشاكل الأخرى، ولكن الحمد لله وضعنا أفضل كل يوم، أفضل من اليوم اللي قبله، وبإذن الله منتصرين إن شاء الله. طيب في موضوع آخر مهم أيضا، المدة الأخيرة أيضا إعلام حفتر حاول الترويج إلى وجود قوات حفتر في مناطق محيطة بطرابلس أو قريبة منها، مثلا في صرمان وما حولها، ويقولون بأنهم سيتحركون نحو الزاوية وما إلى ذلك من طريق الساحل، والترويج إلى هذه الشائعات بشكل مستمر، ما ردكم على هذه الادعاءات وما رسائلكم لهذه المناطق تحديدا؟ هذه طبعا يعني هو برنامج اللي بدأ به حفتر من 2013، يعني هو جر المدن والقبائل لحرب يعني بإغراءات متعددة، منها استمالة قادات
للنظام السابق باش يكونوا مؤثرين في قبائلهم وبمدنهم، منها الاغراءات الماديه اللي اعتمد عليها في السنوات الاخيره بشكل كبير، منها الوعود بالمناصب. وهذا مخطط يعني من بدايته مش جديد يعني. وبالنسبه لنا المنطقه الغربيه كانت عندنا جهود كبيره جدا يعني خلال السنه الماضيه، نقصد 2018، وايضا في الاشهر الاولى قبل اندلاع الحرب، وحتى بعد نشوب الحرب كانت فيه يعني جهود كبيره جدا من حكماء ومن مشايخ في المنطقه الغربيه، وايضا من حتى التشكيلات المسلحه لمنع انتشار هذه الحرب، لان بالنسبه لنا كانت الحرب هذه قادمه والمخطط واضح، وبالتالي كان في تواصل كبير جدا بين المدن. والحمد لله اثمرت هذه الجهود بفضل الله في ابعاد الفتنه عن هذه المنطقه الى الان. المنطقه الغربيه مرت بتاريخ صعب ونزاعات اهليه تشعل فيها دائما القوه اللي تحاول السيطره بغض النظر عن الطريقه وعن الثمن، وهذا واضح بالنسبه لهم. ففي محاولات كبيره جدا، اغراءات واموال وسيارات وسلاح وافتراء على العلماء، يعني بان اصدرت فتاوى، وهذا طبعا يعني هذا للاسف يعني حتى الدين ما عادش عنده يعني حرمه، بحيث ان واحد يفتري على العلماء ويكذب عليهم ويقول افتوا، واستخدموا كل الوسائل. ولكن بفضل الله المنطقه الغربيه الى الان وباذن الله ستنتهي على هذه الحرب، ولن يكون بين مناطق المنطقه الغربيه اي نزاع مسلح لنبدا بعدها في مسيره بناء الدوله. ما حدث في الايام الماضيه كانت محاوله لزعزعه هذا الاستقرار، ولكن كان فيه وعي من كل المناطق ورفضوا هذا المشروع، لانه يعرفوا ان هذا ثمن هذه المجموعات المارقه وهذه العصابات، يعني تعمل ما تعمل، يقتل من يقتل ويهرب من يهرب، وبعدين يتركوا المنطقه في فتنه كبيره نقعد نعالجه في جراحها لسنوات. احنا عالجنا جراح 2011 بشكل مبني، ولما بدينا نتخلص منه حدثت ما يسمى فجر ليبيا، وعالجنا جراحها بشكل مبني. لكن بعدها هذه اقدار يعني يجب ان نتحملها، هذه الجراحه التي الان، ونتمنى ان تكون هذه خاتمه الاحزان، ويعود الشعب الليبي شعب واحد ولحمه واحده، ويتناسى هذه اشكرك الحقبه السوداء من تاريخنا. إذن آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، شكرا جزيلا لك.